السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على الجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وفي هذا الموجز المليء بالأحداث الحصرية. شكرا على متابعتكم القيمة وشكرا على تعليقاتكم المحفزة. دائما سأتيكم بجديد الأخبار، فقط لا تبخلوا علينا بالاشتراك وأيضا تفعيل زر الجرس للتوصل بكل ما هو جديد. والآن إلى أبرز عناوين هذه الحلقة. الفنانة مريم الزعيمي تكشف تفاصيل مؤثرة بشأن معاناتها مع رهاب الموت. حصريا، أحد المواقع الإلكترونية تكشف تفاصيل انتهاء الخلاف بين دنيا بطمة ومحمد الترك. الانستغرام لزوج دنيا بطمة فؤاد قبيبو يغلق بشكل مفاجئ. أناقة الفنان المغربي زهير بهاوي تخطف الأنظار. رضوان الرمضاني يدخل على خط فيديو الملك محمد السادس وهو يتجول في فرنسا وهجوم الأعداء عليها. بسبب أزياء الرجال في عرس الجريني والبدوي الحرب تشتعل بين وشمة والشاف سيمو. تطرقت الفنانة المغربية مريم الزعيمي للحديث عن معاناتها من الخوف الشديد من الموت خلال مراحل متقدمة من حياتها، وذلك أثناء حلولها ضيفة ببرنامج مع شهرزاد على قناة M24 التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء. وأوضحت مريم الزعيمي خلال حديثها مع الإعلامية المغربية شهرزاد عكرود عن رهاب الموت الذي كانت تعاني منه سابقا، إلا أنها تمكنت من تجاوزها بعد فقدانها عدد كبير من أقاربها آخرهم شقيقتها. وأكدت الزعيمي محاولتها دائما عدم رؤية الجنازة لأنها كانت تتسبب لها في حالة هستيرية صعبة، قائلة مرة صادفت مع جنازة بديت نبكي حتى ولوا الناس يعزوني. وأشارت الفنانة المغربية مريم الزعيمي إلى أنها حاليا لا تخاف من الموت بقدر خوفها عن ما سيترك بعد الوفاة على حد تعبيرها. انتهت الخلافات التي نشبت في الفترة الأخيرة بين النجمة المغربية دنيا بطمة وزوجها المنتج البحريني محمد الترك. وكشف مصدر مقرب من الثنائية حصريا لأحد المواقع الإلكترونية أن الثنائية تصالح مع بعضهما البعض وعادت المياه لمجاريها بعد الأزمة الكبيرة التي حصلت بينهما. من جهتها، نفت الفنانة دنيا بطمة في تصريح لنفس الموقع جملة وتفصيلا الأخبار الرائجة حول أن سبب الخلاف بينها وبين زوجها يعود لخيانته لها وكذا سرقته لأموالها، مؤكدة أن هذه الشائعات عارية تماما من الصحة. وفي سياق متصل، عاد الثنائي الشهير لمتابعة بعضهم البعض عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، فيما اختار أفراد عائلة دنيا بطمة الثبات على موقفهم والاستمرارية بإلغاء المتابعة لمحمد الترك. فوجئ عدد من متابعي مهندس الديكور فؤاد قبيبو زوج عارضة الأزياء المغربية ابتسام بطمة بعدم وجود حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام. وتساءل بعض من متابعي فؤاد قبيبو عما إن كان هذا الأخير حذف حسابه الخاص بموقع الانستغرام بعد الهجوم الذي شنته ضده طليقته السابقة التونسية نجلاء غرسلة. وخرجت الطليقة السابقة لمهندس الديكور فؤاد قبيبو الزوج الحالي لعارضة الأزياء المغربية ابتسام بطمة بتدوينة صادمة تخص علاقة قبيبو بنجله الأصغر سلطان. واتهمت نجلاء غرس الله طليقها بتجاهل نجله بصفة كلية وعدم تحمله للمسؤولية، رغم أنه والده، وكتبت في رسالتها: أن تكون أبا هي مسؤولية يا رجل، إذا لم تتمكن من إدارتها بشكل صحيح عليك شراؤها أو أي شيء آخر. يفضل أن تختفي وتلعب دور الميت على أن تكون موجودا ويخشى الطفل الصغير يبكي على والده بينما يحجب والده الحبيب والعزيز مكالماتها. سرق الفنان المغربي الشاب زهير بهاوي الأنظار عبر منصات التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها ببدلة رسمية. وشارك زهير بهاوي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام صورتين من إطلالته بزفاف عبد الفتاح الجريني وجميلة البدوية.
وأثار بهاوي إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين حرصوا على وضع تعليقاتهم على الصور، معبرين عن مدى إعجابهم بأناقة بهاوي في مختلف المناسبات على حد تعبيرهم. يشار إلى أن الفنان المغربي زهير بهاوي كان من الحاضرين في زفاف عبد الفتاح الجريني وجميلة البدوية، بجانب عدد من الوجوه الفنية الأخرى من بينها سلمى رشيد وزكريا الغافولي وآخرون. أعرب مصمم الأزياء المغربي عصام وشمة عن استيائه من أزياء المشاهير المغاربة التي اعتمدوها خلال حفل زفاف الفنان عبد الفتاح الجريني والفنانة جميلة البدوية والذي أقيم يومه الاثنين الماضي. وشارك عصام وشمة تدوينة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، جاء فيها: هالعار إلى مطلع النيفو شوية بحوايجكم، ماشي غير شوية وبزاف، راكم شواتونا وإلى تلفتوا تعلموا من اللبنانيين والمصريين في أعراسهم. وبعد إثارة الجدل عاد وشمة في مقطع فيديو بثه عبر حسابه، أكد من خلاله أنه يقصد إطلالات الفنانين الرجال الذين شاركوا في حفل البدوي والجريني، خاصة فنان مشهور اعتمد إطلالة خاصة بالبحر. اعتبر الكثيرون أنه يلمح للفنان المغربي زكريا الغافولي ومواطنيه الفنان عمر بالمير والمؤثر رضا الوهابي وكذا الجزائري قادر جابوني كونهما اختاروا إطلالات صيفية لحضور هذه المناسبة الخاصة. وفي سياق متصل، نشر الشاف سيمو تدوينة عبر خاصية القصص القصيرة لحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، هاجم من خلالها وشمة قائلا: كيني شي ناس فاش ما كيتعرضوش للعرس حق الدجاج مسوس والسفة ناشفة، عالم هاد الناس، وادخلوا سوق راسكم وعطيو الثقة للناس، قال لك الحوايج وتقاشر وداكشي. يعد انتشار فيديو للملك محمد السادس في احد شوارع فرنسا وهو يتجول مع حراسه، والذي علق عليه اعضاء الوطن بان محمد السادس كان في حالة سكر، وان احد حراسه منع الشخص الذي كان يصور الفيديو، مما اثار ضجة كبيرة على السوشيال ميديا. الاعلامي المغربي المثير للجدل رضوان الرمضاني خرج عن صمته من خلال تدوينة على حسابه بالانستغرام، يوجه فيها رسالة شديدة اللهجة لكل المغردين واعضاء الوحدة الترابية، معلقا بالقول: خلاصة القول، هذا المغرب بلادنا، محمد السادس ملكنا، عندنا مشاكلنا وعندنا أعطابنا وعندنا هفواتنا، ومع بعضياتنا نتناقشوا ندبزوا نختلفوا عادي، ولكن بيناتنا. ومن اللي البراني العدو يدخل على الخط ويبدا يدير اللعب الخايب ويبدا الضرب تحت الحزام، ديك الساعه كنجمعوا الوقفه ونبينا عليه السلام. العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تجندوا للدفاع عن صاحب الجلاله الملك محمد السادس بهاشتاغ الملك محمد السادس خط احمر، للرد على كل الترهات التي تمس بامن الدوله وبقائدها الذي يعشقه كل المغاربه، والذي سيبقى الشعب المغربي وفيا للعرش العلوي المجيد الى ان يرث الله الارض ومن عليها. كانت هذه اخر فقره في حلقتنا لهذا اليوم، شكرا على حسن انتباهكم، والى فيديو لاحق باذن الله، الى اللقاء.